السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. معكم يوسف بقناة جو أوتوموبيل، تغطية خاصة لشيفروليه ماليبو موديل 2013 فيت LT زد، باختصار فيت الفول كامل. بنتكلم عن كافة ميزاته وتفاصيلها بشكل كامل، فخلوكم معنا. معلومة بسيطة، طبعا السيارة اللي اليوم موجودة معنا مستخدمة، لكن ما راح ندخل في تفاصيل السعر والعداد، لأن السيارات المستخدمة طبعا تختلف من سيارة لأخرى حسب استخدامها أو حسب نظافتها، بالإضافة حسب عداد السيارة. فما راح ندخل في تفاصيل أو ما راح ندخل في نقاش بالنسبة لسعر السيارة، بنركز أكثر على المواصفات وميزات شيفروليه ماليبو. طبعا شركة شيفروليه بشكل عام أو شركة جنرال موتور من أقدم الشركات في عالم السيارات، من أكبر الشركات تمتلك شركة جنرال موتور، شركة كادلك، بالإضافة لشركة GMC، بالإضافة لشركة شيفروليه. وتنافس شيفروليه ماليبو بالدرجة الأولى تويوتا كامري، بالإضافة لنيسان ألتيما وكيا أوبتيما وهونداي سوناتا، ولا ننسى هوندا كورد. وطبعا شيفروليه ماليبو أو شيفروليه وجيمس بالمملكة عندك التوكيلات العالمية بالإضافة للجميع. طبعا السيارة اللي اليوم موجودة معنا واردة للجميع. نجي لتفاصيل المحرك. طبعا المحرك في 6 3000 cc، عدد الأحصنة فيها طبعا 286 حصان. أما الدفع فهو دفع أمامي. كانت هذه السيارة في وقتها في 2013 كانت قيمتها 105,000 ريال تقريبا. أما حاليا ما عاد موجود منها 6 اسطوانات، كلها 4 اسطوانات بالاضافه لتيربو، فصارت في الوقت الحالي تيجي محرك اقوى بكثير من الوقت السابق، وفي عزم وفيها مواصفات جميله، يعني تقريبا المواصفات نقدر نقول قريبه من هذه المواصفات، لكن اختلاف الشكل والتصاميم والقصات الخارجيه كل هذه فيها تميز بشكل كبير، بالإضافة للصدام الأمامي. فشكلها جديد، كان خيار موفق من شركة جنرال موتور. نجي للإضاءات اللي اليوم موجودة معنا. تكلمنا عن المحرك، الإضاءات العالي LED بالنسبة للواطي هيلوجين والكشافات هيلوجين. أما الشبكة الأمامي فمطلي بالكروم أو عليه تطعيمات كروم وفتحات تهوية بالأسفل، بالإضافة لشعار شيفروليه في الواجهة. طبعا عدسات أو عدسة واحدة بها صح. من الجنب أول شيء فيت الفول كامل، جنوط مقاس 18 إنش هذه، وإشارات بالمرايات، الدخول بالزر من الأربع الأبواب، طبعا بمعنى صح دخول بصمة من الأبواب الأربعة أو مقابض الأبواب الأربعة، والمقابض عليها تطعيمات كروم. حول النوافذ تطعيمات كروم أو خط من الكروم ممتد، وفتحة بالسقف، زعانف القرش بالخلف، من الخلف فتحات العادم، فتحتين عادم، 4 حساسات خلفية، إضاءات LED، ولا ننسى كاميرا متصلة بشاشة أمامية. طبعا طريقة فتح الشنطة من هنا هذه،
طريقة فتحها بكل سهولة وخفيفة بالنسبة للشنطة. أوص غطى صندوق الأمتعة. ما عرض لكم المحرك، خلونا نشوف المحرك على السريع كذا. هذا هو المحرك V6 3000 سي سي. ما راح ندخل في تفاصيل المحرك بشكل اكبر، يكفي كذا، فنختصر الوقت. خلونا نشوف مواصفاتها الداخلية. مواصفاتها الداخلية كثيرة وتفاصيلها جميلة، فخلونا نركز في مواصفاتها الداخلية اكثر. طبعا سيارة او ماليبو بشكل عام، سيارة امريكية لكن تجميع كوري. مميزاتها الداخلية كثيرة، منها التحكم بالاضافة للتحكم بعدد الرحلات بذراع الاضاءة. التحكم بعدد الرحلات ومثبت السرعة، فورمايك على الدركسون. طبعا الدركسون تلسكوبية، نشوفها على السريع كذا. التحكم بالميديا والصوت وأوامر صوتية. الدركسون مكسوب الجلد. الشمسات فيها مرايات. إضاءة السقف عادية طبعا، بدلة نظارة وشاشة تدعم نظام الملاحة. الجير تكترونيك، الفورمايكا، الكونسول الوسطي، بالإضافة لتطعيمات كروم. البريك إلكتروني مثل ما ذكرنا، الجير تكترونيك فيها التراكشن، زر التراكشن، بالإضافة ل إغلاق المساحة، إغلاق الحساسات المعذرة، فتح وإغلاق السيارة، فليشر، هذه حق تنبيه الحزام الأمان، وضعيات المناخ منفصل ما بين السائق والراكب. ما شفناها من الخلف، لكن بالخلف مسند بالوسط وفتحات تكييف. طبعا المساحة الخلفية جدا واسعة، فيها الفل كامل، الارباك فيها، ستائر جانبية وللسائق والراكب. طبعا هذه الارباكات. مواصفات الامان فيها عالية جدا مثل ما ذكرنا، شاشة تدعم نظام الملاحة. اتوقع كذا انتهت، لكن مواصفات السيارة اكثر من كذا. تشغيل عن بعد، طبعا فتح الشنطة والتنبيه او فتح غطى المحرك، المعذرة، فتح صندوق الامتعة وتشغيل عن بعد وتنبيه
وفتح السيارة وإغلاق، وحملت أكواب اثنين، حملت أكواب اثنين مراتب جلد وفيها بعد ذاكرة بالمراتب، لكن بالأسفل فيها ذاكرة التحكم بالمراتب، مراتب دام إنه فيها ذاكرة أكيد إنه مراتب كهربائية. فيها ميزة ثانية بعد، مساحة تخزين خلف الشاشة، حاجة جميلة جدا أو ميزة مضافة في شوف الليما ليبو، تعتبر ميزة جميلة. هذه منفذ يو اس بي ومنفذ يو اكس، بالاضافه لي منفذ لولاعه. طبعا انتهيت من التغطيه، لكن ما انتهيت من مواصفات شيفروليه ماليبو. مواصفاتها كثيره، مميزاتها عاليه، خاصه انها فيت فل كامل، يعني تحتاج وقت اكثر من كذا، وصف اكثر من كذا، لان مواصفاتها جميله. والكواليتي في السيارات طبعا شفتها معروفة، الجودة فيها عالية، ما يحتاج احد يذكي عن سيارات شفتها. كذا اتمنى تغطيتنا عن شفتها ماليبو موديل 2013 فئة ال LTZ. أتمنى هذا التغطية عجبتكم. طبعا مثل ما ذكرنا في البداية، السيارة مستخدمة، لكن ما راح ندخل في نقاش من ناحية السعر والعداد، لأن السيارة مستخدمة حسب نظافتها وحسب عداد المشي فيها. هذه الأمور كلها تحكم في سعر السيارة، نظافة السيارة، نظافة الداخلية، وبالإضافة لنظافة الهيكل الخارجي. كل هذه الأمور تحكم في أسعار السيارات المستخدمة. عدد السيارة 161,000 كيلو، سعرها 35,000 ريال. أتمنى التغطية عجبتكم، لا تنسون دعمنا بالقناة والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. في أمان الله.